خليني أسألك، يعني إيران دائما ما يعني تسوق على أنها تحولت إلى قوة عسكرية كبيرة في المنطقة، يعني الصواريخ البالستية التي يتحدث عنها الإيرانيون عندما سقطت في أربيل سقطت على مناطق سكنية، بمعنى لم تكن هنالك دقة، وتتذكر الصواريخ التي كانت في عين الأسد أيضا لم تكن مؤثرة، في حين لا تجي الطائرات المسيرة التي كان يستخدمها الحوثيين كانت أكثر تأثيرا على أرامكو السعودية وأكثر دقة في الإصابات في دبي. هل بمعنى أنه إحنا أمام تسويق لهالة إعلامية للقوة العسكرية، أم أنه يعني الأمر يجب أن يعاد النظر به؟ لا، شوف، أي واحد يريد يوقع أضرار بطرف أو آخر، خصوصا نتحدث عن إمكانيات دول مثل إيران وكذا، تستطيع أن توقع أضرار، بس هي إيران متى توقع أضرار؟ لا بالقنصلية، ونعم لا بالقنصلية ولا بالمركز المزعوم، متى توقع؟ هذه رسائل سياسية من شأنها أولا ترسل إلى حليفهم بوتين أنه إحنا معاك، وهذه الاستراتيجية اللي تحدثت لك عنها أنه إشعال الأزمة في الشرق الأوسط اللي يريدها الآن بوتين، يعني الصراع إذا استمر باتجاه أوروبا ما يخدمة، لكن باتجاه الشرق الأوسط باعتباره أكبر مصدر من مصادر الطاقة في العالم والنفط والغاز، وبالتالي يسبب أزمة لأوروبا أكثر ما هي فيه. هذا هو المبدأ اللي قامت عليه إيران، هذا ما حصل يوم هو بداية هذه الاستراتيجية الحرب. شوف عزيزي أستاذ نجم، كل حرب هناك سلاح استراتيجي يحسم المعركة، وأجيب لك مثال، السلاح الكيميائي عندما وافقت أمريكا نظام السابق في العراق أن يعطى من قبل ألمانيا والتكنولوجيا نقلت من قبل ألمانيا حسم المعركة، هذا ثابت. زين، في أي معركة السلاح النووي عام 1945 عندما استخدم حسم المعركة بشكل أو بآخر. الآن السلاح الاستراتيجي في هذه المعركة هو الغاز والنفط، لاحظ كيف؟ نعم. فسياسة عض الأصابع الآن، من يفقد الصبر ويفك عن أصبع خصمه، هذا اللي هو صاير الآن. من يقوم بهذا الفعل في الشرق الأوسط؟ بالتأكيد إيران، لأن هي حليفة إلى روسيا، هذا هو الواقع. زين، هذه الرسالة ما اليوم أمس هي بداية عزيزي، بداية، ينتظرون رد الفعل الأمريكي أو الإسرائيلي. أنت لا تنسى رد الفعل الإسرائيلي الآن، إذا ردت إسرائيل تثبت أنه فعلا هنالك مركز في كردستان، وهذا ما لن تقوم به. طيب، أمريكا، نعم أكمل، أكمل السلام عليكم. أقول أمريكا الآن تعرف أنه هذه اللعبة التي جرت يوم أمس تريد تجرها إلى ردة فعل، حتى تقوم أمريكا بضرب ضربات داخل إيران، وبالتالي هذا يؤدي إلى أيضا ردة فعل محددة من إيران ضد أمريكا، وبالتالي يعني تشغل العالم بصراع آخر غير الصراع في أوكرانيا. هذا اللي حصل أنا بتقديري، وفق للمعلومات اللي عندي وفق قراءتي للسياسة الإيرانية وكيف تدير. من هو اللاعب الأضعف في المعادلة؟ هو العراق، لأن إيران معتبرته مو حديقة خلفية للأسف، يعني مكب مال من نفايات، بس لكن هو كشعب عظيم وأرض وليس مكب نفايات، ولكن أكو نفايات سياسية في العراق هي التي مسؤولة عما يحصل، واللي تقدس إيران وتعتبرها دولة، هي دولة خارقة مارقة قتلت الشعوب حق أكثر ما قتل داعش عن طريق أذرعها وميليشياتها، وهجرت الشعوب أكثر ما فعل داعش. نعم، والله يا أبو علي، وحياتك سيأتي يوما نعيد لهم نفاياتهم بذات الأكياس التي جاءوا بها. قريبا جدا. أنا ثقتي بالعراقيين مطلقة.